طبعا يعني مش محتاج أؤكد على الدور الكبير اللي لعبه المسنين في حياتنا، يعني أعتقد ما فيش حد وصل إلى ما وصل إليه الآن إلا بفضل أحد المسنين اللي عايشين ما بيننا، وده على كافة المستويات، إذا كان طالب أو إذا كان عالم أو إذا كان ضابط في أي مجال. المدرس في حد ذاته اللي خرج كل هذه الأجيال، أعتقد أن يعني المدرسين بتوعنا اللي درسولنا في مراحل التعليم المختلفة أصبحوا الآن من المسنين، ربنا يمتعهم بالصحة. هذه الفئة ماذا تحتاج؟ إذا قدرنا نجاوب على هذا السؤال فهنستطيع أن احنا نصل إلى فكر وفلسفة إنشاء معهد لدراسات علوم المسنين. الفكرة بدأت عام 98 من خلال أحد الأساتذة الكبار اللي طرحها، لكن معرفش ليه خدت وقت طويل جدا في الطرح ويعني الموافقات إلى أن دخلت حيز التنفيذ بشكل يعني واضح من ما يقرب من سنة ونص مثلا، ولا حاجة بسيطة جدا يعني فترة زمنية من سنة ونص فقط، وإحنا في انتظار يعني دخول هذا المعهد و يعني زي ما بنقول كده دخوله مجال العمل البحثي خلال هذا الشهر. خلونا نرحب بضيفنا اللي بيشرفنا ونقدر نعرف منه تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع اللي بيمس قطاع مهم جدا في مجتمعنا وهم المسنين، استاذ الدكتور ياسر سيف عميد معهد بحوث علوم المسنين بجامعه بني سويف، وهو ايضا أستاذ أمراض العيون في جامعة بني سويف. يعني دكتور ياسر شكرا جزيلا لتشريف حضرتك، وأعتقد مسؤولية ضخمة جدا بتقع عليك كأول عميد لمعهد بحوث المسنين في جامعة بني سويف. هل في معاهد لدراسات وبحوث وطب المسنين موجودة في مصر يعني بنفس الفكر ده؟ هو في مصر في عندنا قسم او اتنين بتوع طب المسنين، واحد في عين شمس واحد في اسكندريه. في ده بالنسبه لطب المسنين. في عندنا حوالي 6 اقسام تمريض في جامعات المختلفه تمريض مسنين. غير كده ما فيش حاجه خاصه بالمسنين على مستوى مصر. لكن معهد بمعنى كلمه يعني لا، هو ده اول معهد في مصر والشرق الاوسط للدراسات وافريقيا لعلوم المسنين المختلفه. هو معهد دراسات عليا، دراسات عليا بيمنح الماجستير دبلوم والماجستير ودكتوراه. والدكتوراه للاطباء؟ لا مش للاطباء بس، بيمنح الدبلوم والماجستير والدكتوراه. عندنا 10 اقسام حاليا، اللي هو طب مسنين بياخد الناس اللي هم خارجين كليه طب، تمريض مسنين خارجين كليه تمريض، علاج طبيعي وعلاج وظيفي خارجين كلية علاج طبيعي، تربية رياضية خريجي كلية تربية رياضية، علم نفس خريجين كلية آداب علم نفس، وخدمة اجتماعية خريجين كلية خدمة اجتماعية أو آداب خدمة اجتماعية، تغذية بياخد خريجين كلية زراعة أو خريجين كلية اقتصاد منزلي. عندنا كمان في فنون بياخد خريجين فنون جميلة أو فنون تطبيقية، وعندنا هندسة بياخد خريجين مدني أو عمارة. تمام. أنا كل اللي حضرتك قلته ده يعني علوم مختلفة. لا متفهمه، يعني حضرتك بتقول وأنا بتخيل معاك أن هذا التخصص، لكن هندسة هو للمسنين هندسة البيوت بتاعت لبيوت المسنين، بيوت المسنين ولا الشوارع ولا البيوت والشوارع، وما أنا بقولك مدني وعمارة مش بس بيوت. لا الرصيف يبقى عامل ازاي، الكودز المختلفة بتاعت المسنين واللي هم بنسميهم برضو بتوع الإعاقة، دي بتنطبق الاتنين مع بعض. نعم. فدي بنشتغل عليها اللي هم بتوع هندسة المسنين. تمام. الحاجة الجديدة كمان عندنا 3 أقسام جديدة بنفتحهم كمان. احنا القرار الجمهوري بتاعنا طلع 28 يناير 2017، يعني بقالنا سنتين بالظبط. عندنا دلوقتي 98 طالب بيدرسوا حاليا، 3 بيدرسوا دكتوراه، 44 بيدرسوا ماجستير، و41 بيدرسوا دبلوم. أما الافتتاح المعهد خلال الشهر الجاري إيه بقى؟ بنحضر الافتتاح المعهد خلال هذا الشهر يعني إن شاء الله. الافتتاح الرسمي الافتتاح الرسمي بس. طيب. احنا بدأنا تدريس بقالنا سنة ونص. طيب. أنا عايز أشرح لمشاهدينا خصوصية هذه المرحلة العمرية المسنين.
هي مرحلة المسنين اللي هي يعني زي ما منظمة الصحة العالمية بتقول ان هو اي حد فوق سن 60 ده بيعتبر من المسنين، وبدأت تقسمهم حتى من 60 ل 70 او ال 75 دول فئة، من 75 ل 80 او 85 دول فئة تانية، والفئة اللي هي ازيد من ال 80 سنة او ال 85 سنة. المسنين عندنا في جزء كبير منهم مسنين بس منتج، يعني بيشتغل وما زال اكتف او بيتمتع بصحه جيده عالية. وفي عندنا مسنين هم دول اللي محتاجين رعايه، ودول يعني نسبه قليله منهم. يعني اهتمام دراسات المعهد بالمسنين اللي بيحتاجوا رعايه، مش المسنين اللي الاثنين يا فندم، حتى اللي صحتهم. احنا دلوقتي بدانا نعمل تخصصات دقيقه في كل تخصص، يعني في الطب تخصص طب المسنين بس، في التمريض تخصص تمريض مسنين بس، وفي قسم جديد بنفتحه اسمه التمريض التأهيلي للمسنين. طيب ممكن حضرتك يعني توضح لي كده ايه الفرق بين وليكن في تخصص حضرتك، يعني حضرتك استاذ للعيون، بين تخصص طب العيون وتخصص طب العيون للمسنين؟ هو احنا في طب العيون في عندنا تخصصات دقيقه في العيون، يعني في ناس بتشتغل قرنيه بس، في ناس بتشتغل ميه بيضة بس، في ناس بتشتغل ميه زرقاء بس، في ناس بتشتغل امراض شبكيه بس، والامراض بتاعت الشبكيه او التخصصات المختلفه كل واحد حسب تخصصه بيشتغل سواء كبار او صغيرين، لان التخصص بتاعه الدقيق بينطبق على الكبار والصغيرين. بس في الحكاية اللي هو بتاعت الجرياتريك اوفثالمولوجي ده علم جديد لسه ما حدش تخصص فيه كاملة حتى هذه اللحظة، بس اللي بيشتغل تخصص دقيق في العيون بيشتغل كبار وصغيرين. تمام. طيب هرجع لمعهد متخصص في الدراسات العلمية، معهد دراسات علوم المسنين. حضرتك ذكرت لي بعض الأرقام عايز أستوضحها من حضرتك. في 4 دارسين للدكتوراه، 3 دكتوراه او 3 للدكتوراه، و44 للماجستير. الماجستير ممكن حضرتك يعني طبعا اكيد الرسائل كلها ذات مضمون مهم والا طبعا لم يكن لتقبل، لكن حضرتك وانت بتنظر لهذا الكم من الرسائل العلميه، ايه حضرتك بتعول عليه لاهميته في تقديم باحثين هذا المعهد لمصر كلها ولطب المسنين او التعامل مع المسنين بصفه خاصه؟ هو اساس المعهد معهد بحوث، يعني 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 ان احنا نشوف ايه الجديد او ايه اللي ممكن نخدم بيه المسن، سواء بحث جديد او فكره جديده او خدمه جديده، ازاي ان احنا نساعد بيها المسن ان هو يعني يا اما يتعالج يا اما يقضي حياه سعيده يا اما نطلعه من الهموم والمشاكل اللي هو فيها. اديني فكره عن طبيعه الابحاث الجديده دي وايه اللي بتحمله من جديد لحياه افضل للمسنين. ما هو يعني كل قسم متخصص في الابحاث بتاعه، يعني في العلاج الطبيعي في عندنا 3 مسجلين دكتوراه، سوري في العلاج الطبيعي عندنا 2 مسجلين دكتوراه، دول بيعملوا ابحاث خاصه بالعلاج الطبيعي في السن ده بتاع المسنين. بس طبعا احنا لسه في الاول، يعني لا. لسه النتائج ما ظهرتش او لسه في طور اللي هو التسجيل بتاع الرسائل. يعني ما فيش رسائل، ما زالت هذه الرسائل في طور البحوث، مفيش حاجه اتناقشت. لا لسه يا فندم، احنا لسه بنسجل الرسائل. احنا بدانا يعني ده تسجيل رسائل. احنا بدانا الدراسه. نعم. من سنه ونص بالظبط. يعني احنا عندنا بيبقى فيه زي الدور اول، مش دور اول، سنه اولى وسنه ثانيه بيدرسوا فيهم المواد المختلفه بتاعه. نعم. المسنين، وبعدين بيسجل الرسائل في زي السنه ساعات معتمده كده. هو ساعات معتمده. بعد ما ياخد السنه الاولى بنبدا نسجل له الرسائل. نعم. فاحنا في طور حاليا تسجيل الرساله مع دراسه يبقى لسه السنه الثانيه، يعني لسه هذه الرسائل لسه لم تظهر نتائجها، لكن اكيد في هدف لهذه الرسائل. الهدف الكبير قلته يعني تسهيل حياه المسنين طبعا بشكل افضل. ازاي بقى تتطبق؟ يعني هي دي النقطة، يعني احنا هيبقى عندنا عشرات الرسائل. هو اول تطبيق اللي احنا بنعمله ان احنا دلوقتي عملنا بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن ان احنا ندرب ناس عشان اسمها رفيق مسن.
رفيق المسن دي مبادرة من وزارة التضامن تحت رعاية معالي الوزيرة، هي المهتمة بها جدا، وإن شاء الله هنعمل تدريب لحوالي زي 150 رفيق مسن عشان دول يرعوا المسنين في البيوت أو في دور المسنين المختلف. دي أول خطوة احنا بنعملها حاليا. الحاجة الثانية ان احنا على نهاية السنة دي ان شاء الله هيكون عندنا ناس متخصصة متخرجة في التخصصات المختلفة، في التمريض وفي الطب وفي العلاج الطبيعي وفي التربية الرياضية. كل دول لما ينزلوا لسوق العمل هيبدأ كل واحد بالتخصصات بتاعته الدقيقة يبدأ يضيف لنا لخدمة المسنين. دكتور ياسر، يعني معنى كده ان في المستقبل القريب هيكون في مؤسسات مختلفة معنية بالمسنين، مش بفكر دار المسنين. يعني لان دار المسنين عندنا يعني بتقوم بدور، او دور المسنين بتقوم بدور مهم، لكن اللي حضرتك بتقوله يفترض ان المسن اللي بيعاني من مثلا مشكلة في العين يروح لطبيب عيون متخصص في طب المسنين، القلب كذلك، العظام، ضغط الدم بالزبط. اللي هي الامراض دي لا، هو التخصصات المختلفة هتبقى موجودة. بس بالنسبة لطب المسنين ده المايسترو اللي بيجمع كل الأدوية ويجمع كل التخصصات. يعني ده بيعمل ايه بالظبط؟ بيمسك يشوف ايه المشاكل اللي عند المسن ويبدأ ان هو يعالج الأهمية لبعض. طب في العالم طب المسنين ماشي ازاي؟ العالم فيه 189 معهد زي المعهد بتاعنا. بس المعاهد اللي هي بره لقينا كلها تتراوح من تخصصين لخمس ست تخصصات. احنا عملنا المعهد 10. وجاري انشاء ثلاث اقسام جديده، تمام، اللي هو السياحه الميسره للمسنين، الميسره للمسنين، والتمريض تاهيل للمسنين، وطب اسنان المسنين. يعني المسنين حتى في الاماكن اللي يستمتعوا بها في خروجاتهم او اماكن السياحه اللي يروحوها، هيبقى في ناس متخصصه للكلام ده. لا، انا الحقيقه عايز احيي جامعه بني سويف حقيقه جدا، يعني قيادات الجامعه والسيد رئيس الجامعه، ويعني لازم يعني نحيي هذا الفكر في طبعاً. رعايه المسنين، وطبعا وحضرتك، ويهمني اني يعني نستفيد. أكيد. يعني خلينا نتكلم في ان احنا يعني ما شاء الله عندنا ابحاث علميه كتير إن جدا شاء الله. يعني لكن الاستفاده خصوصا للقطاع ده اللي ادى ما عليه بكامل طاقته طبعا، وبينتظر ان يبقى فيه الاهتمام الكافي بيه بكل مشاكله. يعني اكيد انت لما التطبيق بقى. لا، انت هتطبق الكلام ده لما يبقى عندك ناس متخصصه ونبدأ في التخصصات بتاعتهم، نبدأ نعمل تخصصات دقيقة أكتر كمان. طيب هو ده الهدف بتاعنا. طيب عايز أروح مع حضرتك برضو أرجع شوية في الدراسات الخاصة بالمعهد، بما أنه يعني إن شاء الله يفتتح في الشهر الجاري. اللي بيتقدموا للماجستير مفهوم، يعني أو بياخدوا الدبلوم وبيخشوا، لكن اللي بيتقدموا للدكتوراه بيبقوا طبعا لازم حاصلين على ماجستير. حاصلين على ماجستير منين؟ من الكليات المختلفة اللي ليهم. احنا الثلاثة اللي هم متقدمين عندنا كانوا عاملين واخدين دراسات ماجستير في الكليات بتاعتهم، بس كانت في تخصص المسنين. لها علاقة بالمسنين. لها علاقة بالمسنين، عشان كده سجلنا لهم على طول الدكتوراه مسنين. طيب، يعني بننتظر ان شاء الله يعني مناقشة اول الرسائل بعد العلمية بعد سنة وشوية من دلوقتي. ده لازم بقى ان شاء الله نحضر ونحتفل بان احنا يعني القينا الضوء على اول رساله يعني. المعهد ده وكمان الرسائل اللي بتخرج منه ان شاء الله. ايه اللي محتاجينه؟ يعني المعهد انشئ وخلاص، يعني هيدخل حيز التنفيذ ان شاء الله اواخر الشهر ده. اكيد يعني في حاجات اتوفرت وفي حاجات حضرتك كعميد للمعهد بتتمنى ان هي تتوفر علشان تقدر تقوم بمهمتك على اكمل وجه. يعني هو يعني حاليا ما فيش معوقات، والحمد لله كل المعوقات اللي قابلتنا في الفتره يعني اللي فاتت، المقر، الاحتياجات، يعني حاليا احنا جايلنا منحه من الصندوق العربي للانماء الكويتي
تبع جامعة الدول العربية الحقيقة بيمولنا بحوالي زي 11 مليون، فبنجيب لهم تجهيزات للمعهد بهذا الشكل. الحمد لله ده كرم من عند ربنا. نعم. وبنحاول ان احنا ان شاء الله نستكمل الانشاءات بتاعتنا، ان احنا هنعمل معهد وهنعمل مستشفى لرعاية المسنين متخصصة، لازم وهنعمل قرية للمسنين بعد كده. ممتاز. ان شاء الله دي المرحلة الثالثة بتاعتنا، فنأمل ان شاء الله ان احنا في في القريب خطوة بخطوة نبدأ نطلع. الجميل في هذا المعهد الوليد انه بيحمل الامل للمسنين، لان دائما التعامل مع المسنين بيكون له طابع كده مش لطيف، لكن دراسات بهذا الشكل بتعطي الامل لنا وللمسنين. أكيد. وللمجتمع كله، ان كل الرعاية لهذه الفئة اللي بتحتاج مننا كل تكريم وتقدير واحترام. طبعا يا فندم. شرفتنا استاذ الدكتور ياسر سيف، عميد معهد دراسات علوم المسنين في جامعه بني سويف، واستاذ طب العيون في جامعه بني سويف. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لكل مشاهدينا كمان اللي تابعونا من خلال حلقتنا النهارده، وبنصبح عليك. هنقابل حضراتكم ان شاء الله بكره واسره جديده. تحياتي حازم ابو السعود.